اليوم هنا في دار بلرج ما كنتش كنتوقع هاد الاستقبال بالحليب والتمر والصلاة والسلام على رسول الله والصغارات والذكر. صافي شو كوخ يعبر الإنسان حتى يعيا ويخونه الكلام. بديت في المسرح، أنا كنت حسب لي المسرح كده نغف لي زي شوقي ليش تقف المسرحية يعني توحد في القبيلة عندي ومتيل وملي لقيت دور الشباب وعطوني الجوائز وأنا ما عارفاش شنو كندير الإحساس البارح كيف تنطق الاسم ديالي وبدات التصفيقات حسيت فحال كيف قلت نيت البارح شي انسان غادي في صحراء قاحله والحر والعياء والعطش وكيشوف هذيك المسافه مالا نهاية وكينزل عليه الغيط. هكذاك حسيت هذوك التصفيقات البارح. كلها فيدي تسنى رجلو وفي خدنا الافارقه اللي كلها ومنين جاي. الزوين في الحي ديالنا هو انه الحي ديال الحاجات ها كتبدا قصتنا ديال بصح. انا ما كنمشيش للقاعات السينمائيه بزاف بحكم انني ربت بيت وبيتوتيا وخصني نقابل نستقبل اللي جاي ونودع اللي غادي وهذا ولكن كيألمني كثير ان القاعات كيتغلقوا وحده مورا الاخرى. فاحنا كنشتغلوا في هذا الميدان ديال السينما لمن القاعات ما كاينينش اوك كدوز واحد المده وكيبان هذاك الفيلم في التلفزيون على حسب القناه اللي دارت لا كوبرودكسيون مع هذيك مع لا بواط برود ولكن لا شيء يوازي الشاشه الفضيه. ديك الهاله ديال القاعه السينما ملي كتدخل كيتفضوا ظلام سكات كتعيش دوك اللحظات مع الشاشه الفضيه. كنتمنى ان القاعات يرجعوا. وبالنسبه للكونفينمون انا كونفيني توجور انا دائما ما حسيتش بالضيق ولا بدل لان انا كنغيب على الدار الا غادي نخرج في شي عمل. ملي كنسالي الله يجعلني نسالي في 10 ل 12 ديال الليل كنرجع للدار اخر يوم في التورنج خصني نبات في الدار. عندنا الخير الكثير في الثقافه ديالنا خصنا غير نتعاونوا عليه. اذا لاله راويه مرحبا بك. الجديد هو اول مره غادي اشتغلت مع السي محمد الجم في واحد السلسله ديال 24 دقيقه فيها 24 حلقه واحد دراما كوميديا وكوننا واحد ثنائي نتمنى يعجب المتفرج المغربي.